السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز إخباري من قناة الشروق. أكدت مصادر رسمية في حزب المؤتمر الشعبي لقناة الشروق أن السلطات الرسمية اعتقلت اليوم الأمين العام للحزب علي الحاج، ويواجه الأمين العام للمؤتمر الشعبي بلاغات تتعلق بالمشاركة في انقلاب 30 من يونيو من العام 89 و900 والف، والذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي. دفع محافظ بنك السودان المركزي باستقالته من منصبه بحسب ما أورد موقع باد نيوز. وكان محافظ البنك المركزي أشار إلى أن فترته في البنك شهدت معالجة أزمة الأوراق النقدية، وتم وضع الإطار الأساسي السليم لمعالجة عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم. أصدرت السلطات التعليمية بولاية الخرطوم قراراً بإعفاء مدير الشؤون التعليمية بجميع محليات الولاية. وقال القرار الممهور بتوقيع المدير العام للتعليم بولاية الخرطوم إن القرار يهدف إلى التماشي مع سياسة الدولة في تطوير العمل والارتقاء به. وقف وفد اتحادي برئاسة عضو من المجلس السيادي على الأوضاع الأمنية بمدينة بورسودان عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية وخلفت قتلى وجرحى. وعقد الوفد لقاءات لمعالجة الوضع والحد من المواجهات ذات الطابع القبلي. وقال رئيس الوفد إن السلام هو أولوية في هذه المرحلة وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية. تعهد وزير شؤون مجلس الوزراء بأن يكون تدشين قطار ولاية الخرطوم الخطوة الأولى في الحلول الآنية التي تتخذها الحكومة لحل أزمة المواصلات. وأكد في احتفالية تدشين مشروع قطار الولاية استمرار جهود الحكومة لتقديم الخدمات وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين. نهاية الموجز مشاهدينا، قدمناه من قناة الشروق. مزيدا من الأخبار والمعلومات على موقع الشروق.net. في أمان الله.